أمس في مديرية صباح بمدينة غدا حدثت معجزة. كانوا في قرية عبي بيوسعوا بئر قديمة. حدث انهيار طيني سقط فيه 18 شخص بينهم عدة أطفال. تخيلوا المشهد، وارتدمت عليهم التربة. في منطقة نائية بقرية ما في رغم المعاناة وقصر الوقت، الحمد لله تم أخرج ما أخرجناه، ونعزي الشهداء أسرة الشهداء والشفاء للمصابين. كيف الصورة يا أخوة؟ اسمه حسين سيلم، سائق شيوان، سائق جرافة. وصله نداء استغاثة من أهالي القرية اللي هو بيشتغل في طرفها، إن في 18 شخص سقطوا في بير وانهارت التربة فوقهم. سائق الشيوان هذا ونعم به، كفو فزع وبالجرافة حقه بالشيوان حقه، اشتغل 4 ساعات، عمل نفق يعني جهد كبير وطريقة ذكية، وقام بحياته وأنقذ من 15 شخص، أنقذهم، 3 توفوا رحمهم الله. نحن واقفون فجأة إلا بالأرض يعني تنشق، أو الحديث هذا ينشق من وراءنا. يعني كإعلاميين وكلجنة مجتمعية نوجه رسالة شوف وتقدير باسم كافة أبناء اليمن لهذا الرجل الذي كان رجل بطولة ورجل عمل إنجاز، عمل جبار. وكل في سيدم رسالتنا، وهذه شهادة شكر يستلمها عاقل القرية. حياكم الله.